بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة. اليوم سوف نرى سويا كيف يمكنك إصلاح بعض الصور المعطوبة التي تكون لديك. طبعا في بعض الأوقات تكون لديك كما قلنا صور، وهذه الصور تكون طبعا مهمة جدا لديك، سواء كانت صور لك قديمة أو صور لأشخاص. وفجأة إذا قمت بفتح هذه الصورة طبعا ستفاجأ بظهور هذه العبارة، أي أن الصورة معطوبة أو صورة يوجد فيها مشكلة، وأنت تكون يعني محتاج إلى هذه الصورة، لا يوجد لديك أي بديل سوى هذه الصورة. طبعا الآن لحل هذه المشكلة كل ما عليك هو طبعا الدخول إلى هذا الموقع مبدئيا، ثم تقوم بالنقر هنا على هذا الخيار لتحميل البرنامج. طبعا هذا الموقع سوف أضعه أسفل في الديسكريبشن، تنتظر طبعا حتى يتم التحميل. طبعا بعد ذلك تحمل البرنامج وتقوم بتثبيته هكذا بالنقر عليه وتثبيته تثبيت عادي، ثم تغير هذا الخيار إلى هنا طبعا مثل أي برنامج. هو طبعا برنامج تضع هذا الخيار هنا، طبعا برنامج بسيط جدا وخفيف على الكمبيوتر ولا يحتاج طبعا إلى أي تعقيد في مسألة التعامل معه. بعد الانتهاء من التثبيت تقوم بالنقر هنا على فينش لتشغيل البرنامج مباشرة هكذا. طبعا هذه هي أيقونة البرنامج، ها هي كما نراها. طبعا للعلم هذا البرنامج ليس برنامج مجاني. طبعا هذه هي الواجهة الأولى للبرنامج عذرا. طبعا أول نقطة لكي تتمكن من إصلاح الصور، كما قلت أن هذا البرنامج ليس برنامج مجاني، تأتي إلى علامة المفتاح أو الكي هذه، تقوم بالنقر عليها، ثم هنا طبعا ستضع الاسم، وهنا طبعا تضع الكي السريال. طبعا من أين سوف تحصل على هذه البيانات؟ طبعا أنا سأضع لك ملف تقوم بتحميله، رابطه أسفل في الديسكريبشن، طبعا رفع على الميدا فاير، ثم تقوم بطبعا الدخول إليه وطبعا نسخ هذا الاسم، ثم طبعا سأضع لكم أيضا كما قلت الاسم والسريالات. طبعا أنا سوف أخفي الآن معلومات السريال والاسم، وذلك لكي لا يتم حظر اليوتيوب ويعتبرها أنها طبعا تجي على الاختراق أو شيء من ذلك. ولكن أنت طبعا عندما تقوم بتحميل هذا البرنامج سوف تجد الاسم والمفتاح، تقوم هكذا بنسخ أحد هذه السريالات وتضعه هنا في خانة الـ Activity Code، ثم طبعا يعطيك مباشرة أنه قد تم بنجاح طبعا التفعيل. الآن طبعا الواجهة الآن تغيرت هنا إلى اللون الرمادي، أي أنه البرنامج مفعل لديك. الآن كما قلت العملية بسيطة جدا وسهلة ولا تحتاج إلى أي تعقيد. هنا من هنا اختيار الصور، تعطي على Select، تنبثق لك طبعا هذه النافذة لاختيار الصورة المعطوبة داخل جهازك. طبعا تختار أي صورة تريدها أنت معطوبة داخل الجهاز الخاص بك. طبعا نفترض هذه الصورة هكذا، ثم تعطيها Open. هنا إذا ظهرت لك بهذه الكيفية يعني أنه قد تم التعامل مع مسار الصورة، ثم مجرد تأتي إلى علامة الريبيري أو الإصلاح هنا باللون الأخضر، وخلاص يعني مجرد أنك أنت تقف على هذه الصورة وتفتحها. طبعا كما قلت هنا طبعا إذا ضغطت هنا سوف تجد أن الصورة قد أصلحت، وهنا طبعا أردت حفظها بالإصلاح الجديد فقط تعطي على السيف، وهنا يقول لك أين تريد حفظ هذه الصورة، تختار لها المكان الذي تريده وتعطيها طبعا أوكي، وخلاص يعني هذه هي العملية بنجاح. هذه هي طبعا الصورة التي قمنا بإصلاحها. طبعا العملية بسيطة جدا وسهلة وما تحتاجش لأي يعني أي تعقيدات. طبعا لا تنسى الاشتراك في القناة ليصلك كل جديد وحصري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.